فضيلة الشيخ وفقكم الله، مباشرة الرجل لزوجته الرجعية أو تقبيله لها، هل يعتبر من الرجعة أو لا بد من الوطأ؟ لا، يعتبر من الرجعة، يعتبر من الرجعة إذا قبلها أو يعني عمل معها عملا ما يعمله إلا الزوج مع زوجته هي رجعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.